بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه النهارده في حلقتنا عندنا مجموعه كبيره من الاخبار واحداث كتيره حصلت اليومين ثلاثه اللي فاتوا، هنكلم حضراتكم عنها وهنفصلها طبعا ونجيب لحضراتكم كل ما هو متعلق بالاحداث اللي حصلت خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، وده بيبقى في النص الاول من حلقتنا. النص الثاني عندنا فقره حواريه. الحقيقه النادي الاهلي السنه دي، او يعني مش هنقول السنه دي، السنه دي هو استكمال للسنوات الماضيه من حمله كبيره جدا من الصفقات في كل الالعاب. يمكن احنا هنا في برنامج الابطال وغيرنا من البرامج يمكن التركيز اكتر بيكون على الالعاب الجماعيه اللي هي الالعاب الشعبيه، يد وسله وطايره، طبعا مع الاحترام لكل الالعاب، ويمكن دي الالعاب الجماعيه يمكن يعني بتلاقي اهتمام من الجماهير فبكون اخبارها زياده شويه معنا. ولكن في صفقات في العاب تانية حصلت النادي الاهلي عملها كانت من عيار كبير جدا وعيار ثقيل السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها، وزي ما قلت لحضراتكم السنه دي اللي احنا فيها كانت استكمال لكل مواسم الانتقالات الناجح اللي طبعا قاده مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب وكمان معالي الوزير العام الفاروق ونائب رئيس، وطبعا المجلس بالكامل، وايضا اداره النشاط الرياضي سواء كابتن رؤوف قبل كده او كابتن خالد العوضي المدير الحالي للنشاط الرياضي. كان من بتلك هذه الصفقات صفقه ليها علاقه بالجمباز. الجمباز من الالعاب اللي ليها اصل في طبعا في النادي الاهلي، وليها طبعا اهتمام كبير وليها صالات في انديه في فروع مختلفه في الفرع الرئيسي وفي اهلي مدينه نصر، يعني من الالعاب اللي ليها اهتمام ورغبه واهميه عند عضو الجمعيه العموميه. السنه اللي فاتت كان حصل صفقه في الجمباز من العيار الثقيل، كان طبعا انضمنا في النادي الاهلي عمر العربي في صفقه انتقال حر. هذا اللاعب لاعب جمباز نجم كبير لسه في مقتبل ال20 من عمره، انضم للنادي الاهلي، وهذا اللاعب هو بطل افريقيا وايضا من احد ابرز اللاعبين على مستوى العالم، يعني هو لعب اولمبيات اللي فاتت طوكيو 2020 وانضم للنادي الاهلي السنه اللي فاتت. عشان كده بقول لحضراتكم ان هو المواسم الانتقالات مواسم ناجحه من 3-4 مواسم. وخلينا اقول لحضراتكم ان عمر العربي من ساعه ما جه النادي الاهلي الحقيقه وهو يعني مؤدي اداء رائع جدا جدا، احنا حاولنا اكتر من مره ان احنا نستضيفه منذ انضمامه من العام الماضي، ولكن كثره اشتراكاته الدوليه والاقليميه بتعوق ذلك. الحمد لله احنا قدرنا اليومين دول يعني نظبط مع الاجنده بتاعته، هيكون مشرفنا وهيكون كمان معانا كابتن كريم عبد الرحمن المدرب العام لفريق الجمباز رجال بالنادي الاهلي عشان نتكلم عن كل شيء، ونتكلم عن عمر العربي، نتكلم ما هو قادم، نتكلم عن الفريق، نتكلم عن الجمباز بشكل عام جوه النادي الاهلي. النهارده حلقه مهمه وليها علاقه بالجمباز، لكل من يهتم بهذه الرياضه سواء عضو جمعيه عموميه او من جمهور النادي الاهلي هيلاقي النهارده يعني كلام كتير وماده خاصبه عن طبعا الجمباز وخاصه في النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا وهنبتدي بالعاده زي ما تعودنا بكره اليد، زي ما قلنا النتائج والجغرافيا والتاريخ حطت كره اليد كلاعبه شعبيه ثانيه في مصر بدون منازع، وطبعا بسبب نتائج المنتخب الحقيقه الرائعه على المستوى الدولي، وايضا الفرق المصريه على راسهم النادي الاهلي بيحقق طبعا مشاركات قويه كرابع عالم النادي الاهلي حقق في بطوله العالم اللي فاتت في المملكه العربيه السعوديه. هنروح نقول اخر خبر كان للفريق انه كان بيلعب العبور، والحمد لله فزنا بشكل مريح على نادي العبور، فريق محترم جدا، والحقيقه كانت مباراه جيده وبقياده طبعا الجهاز الفني الجديد، خلاص هو يعني جديد بقى دخل في المسؤوليه مباشره المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز، وخلصت النتيجه دبل سكور 40-20، ولكن ده لا يقلل ابدا من نادي العبور المحترم. الفريق الشوط الاول خلص 18-8 ونفس الفرق 10 اهداف كان في الشوط الثاني، وبعد الفوز ده ارتفع رصيدنا ل 29 نقطه. وبالمناسبه المباراه دي كانت مؤجله، كانت دي يعني المفروض نلعبها اثناء بطوله العالم ولكن تم تاجيلها لحين عوده الفريق، وهي بتتلعب اهي، وعندنا احنا في المركز طبعا في 29 نقطه. المراكز دلوقتي مش ما بتنمش على الحقيقه، لان احنا لينا اربع مباريات مؤجله، لو فزنا فيهم نتصدر جدول الترتيب مباشره. طيب احنا دلوقتي في المركز الثامن، بس قلت لحضراتكم المركز ليس دليل على وضعك او الوضع اللي تستحقه، لان انت عندك مباريات مؤجله زي ما قلت لحضراتكم بسبب بطوله العالم، كان الدوري هنا مستأنف واحنا الحقيقه كنا بنلعب في بطوله العالم في المملكه العربيه السعوديه. عايز اقول حاجه انه ماتش بعد ماتش واحنا بنقول والله بعين مجرده ومتابعتنا الدقيقه والمقربه عن قرب لهذا الفريق الدنيا احسن. مستر ديفيد بدا يفهم الفريق، بدا يبقى فيه هارموني بين الجهاز الفني وبعضه وايضا الجهاز الفني واللاعبين. احنا ما بنقولش بقينا في احسن توب فورم او احسن فورمه، احنا بنقول ان احنا بعد من ماتش للتاني بدا يبقى للفريق شكل فني. ومستر ديفيد الحقيقه هو متعاقد مع النادي الاهلي 3 سنوات، فهو عنده اريحيه جامده جدا، مفيش اي ضغط من النادي الاهلي او اي ضغط من
النشاط الرياضي بكادر الكابتن خالد العوضي انه مستعجلين النتائج او مستعجلين الشكل، والراجل ماشي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه في النيام، بيبني بشكل جيد مع فرقه جيده جدا معاه، وفريق فرق يعني مجموعه من الشباب جيدين. طب الاصابات اخبار ايه؟ الحمد لله الاصابات تباعا بتنزل الفريق، يمكن دلوقتي الحمد لله ما تبقاش غير فوكس بس هو المصاب، وده رباط صليبي، يعني غالبا ان شاء الله يعني ممكن 4-5 شهور يكون في الملعب، ولكن دون ذلك الحمد لله كل الاصابات رجعت الملعب، فدي حاجه جيده لمستر ديفيد انه يبقى عنده قماشه يقدر يبدل ويقدر يعمل فيه روتيشن في الملعب، فشكل الفرقه اتحسن بشكل كبير. انا بحب اطمنكم خاصه ان المباريات لا تذاع، ما بتذاعش، فاحنا بننقل لحضراتكم الصوره اللي احنا شايفينها. هنروح لمنتخب مصر لكره اليد سيدات، واللي حقق المركز الثامن في بطوله افريقيا طبعا بمشاركه سداسي النادي الاهلي، ولكن انا عايز اقف هنا. الناس هتقول لي مركز ثامن، لا مركز ثامن احنا طبعا بنحيي اللاعبات والجهاز الفني بقياده الكابتن رامي عبد اللطيف. ليه؟ هذه المشاركه الاولى بعد 10 سنوات غياب عن افريقيا، فاذا لا نتوقع الكثير بعد مشاركه اولى مع فرق بتشارك كل سنه، فطبعا او كل بطوله، فطبعا احنا بنربط على ايد اللاعبات بنقول لهم كويس جدا يعني البدايه دي، ولكن يعني همسه بقى في اذن الاتحاد او اللجنه المؤقته، نرجو الاستمرار. الحمد لله انتوا قطعتوا شوط كبير جدا بتكوين الفريق، الحفاظ على هذا الفريق والاستمرار في دعمه سواء بمعسكرات سواء 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 بكل شيء. عايز بس اقول الفريق عمل ايه. الفريق كان في مجموعه فيها تونس، المغرب، غينيا، اهلنا من المجموعه دي كتاني، رحنا في دور الثمانيه قابلنا السنغال صاحبه الارض والجمهور وخسرنا 21-19 في مباراه كانت صعبه. طبعا السنغال يعني اكيد مستضيفه البطوله، مش عشان هي فرقه ضعيفه لكن هي فرقه جيده. نفس الكلام بعد كده قابلنا في تحديد المراكز تونس، خسرنا منها بضربات الترجيح، خسرنا منها بنتيجه 26-24 عشان نخسر ترتيب المراكز من السابع الثامن مع كوت ديفوار 27-24. يعني قصدي اقول لكم ان الماتشات كلها كلوز جيم، لو الفرقه دي تعادت بشكل جيد وخدت احتكاك خاصه مع افريقيا السمراء اللي بيمتازوا بالقوه بالالتحامات، الفرقه دي يبقى لها يعني وضع تاني. فنتمنى تاني انه الفريق ده يتم الحفاظ عليه ويتم تدعيمه ويتم اقامه معسكرات خارجيه، ونتقابل كمان سنتين في بطوله افريقيا القادمه، هنغمض ونفتح نفسنا فيها. والفريق ده زي ما قلت لحضراتكم اخر مشاركه ليه كانت 2012، فاذا يعني كامباك كويس، والكامباك نتمنى لهذا الفريق التوفيق. هنروح لكره السله رجال، طبعا الحمد لله يعني تخطينا عقبه نادي الزمالك وتاهلنا لدور النهائي لملاقات نادي الاتحاد. بالمناسبه احنا لعبنا نادي الزمالك والكل تابع المباراه، كبار وصغيرين، مرتبط وكبار، وفزنا في الاربع جولات سواء على مرتبط او على الفريق الكبير، فزنا الحمد لله 4-0 في مجمل المباريات. المباراه القادمه ان شاء الله هتكون مع نادي الاتحاد السكندري باذن الله يوم الثلاثاء القادم الساعه 7:30، اول جوله لينا مع الاتحاد السكندري، وهيكون الساعه 1:30 ان شاء الله مباراة المرتبط بإذن الرحمن، كل التوفيق طبعا. ولكن هنا أنا عايز أتوقف شوية على الأحداث طبعا اللي حصلت في مباراة طبعا كرة السلة الأهلي والزمالك، ولكن احنا طبعا شفنا الاحداث اللي حصلت، وطبعا تم استبعاد الاثنين مدربين سواء مدرب نادي الزمالك او نادي الاهلي، وحصل لغط كبير. يعني انتوا لو في منكم متابع لصفحات كره السله وصفحات المهتمه بكره السله على السوشيال ميديا، هتلاقوا في لغط تحكيمي حصل. طب ده يستحق؟ لا، تكنيكال فاول ده على الجمهور مش على الوفد المرافق. يعني في حاجات لغط تحكيمي كنا محتاجين نعرف الحقيقه من باب التعلم، من باب ان احنا نعرف، لان ده حاله الحقيقه اول مره تحصل في ملاعب كره السله. انا بلعب بقالي حوالي يعني لعبت حوالي 25 سنه ومتابع دلوقتي كره السله 15 سنه كمان، فالحقيقه يعني انا بلعب وانا عندي 10 سنين ما شفتش الحاله دي. فطبعا عشان نعرف هل الطرد ده كان صحيح، اللائحه بتقول ايه، لازم يكون معانا خبير في التحكيم. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم يعني خبير التحكيم كابتن محمد شديد، يعني رجل غني عن التعريف، رجل يعني طبعا يعني حكم دولي سابق ومراقب دولي، وطبعا دي جزء من اللائحه احنا هنجيبها لحضراتكم. ولكن كابتن محمد شديد ولا ينبئك مثله خبير، هذا الرجل ليه باع كبير في التحكيم ورئيس اللجنه الفنيه بمنطقه القاهره، وطبعا هو معانا عبر الهاتف. كابتن محمد ازاي حضرتك؟ اهلا كابتن هيثم. ازاي حضرتك؟ وحشنا جدا، واحنا عارفين حضرتك خارج مصر. فيني اتمنى ان فرق ساعتين. انا عارف حضرتك في دبي دلوقتي، بس طبعا يعني انا يعني نثق في حضرتك جدا في الناحيه التحكيميه. حضرتك اكيد تابعت مباراه الاهلي والزمالك، وطبعا حالات استبعاد الاثنين مدربين نتيجه 3 تكنيكال فاول على الجمهور او على الجمهورين، راي حضرتك من الناحيه الفنيه التحكيميه، هل هذا قرار صائب ولا اللائحه بتقول حاجه ثانيه يا كابتن محمد؟ اتفضل. اولا من ناحيه زي ما حضرتك قلت، انا هاخد بس ثانيتين
من اخر كلام حضرتك ان دي اول مره تحصل في كره السله. نعم. اللي ترضي الاثنين مدربين. نرجع لموضوعنا. انا مش هتكلم كلام محمد شديد، انا هتكلم كلام الاتحاد الدولي الفيبا بيقول ايه. اولا بيقول ان ما فيش حاجه اسمها اخطاء فنيه على المدربين. والقانون نفسه بيقول ما فيش اخطاء فنيه على المدربين. خدت بال حضرتك؟ نعم. على سوريا على الجمهور. نعم نعم. الفيبا ما فيش حاجه فيه ان في اخطاء فنيه على الجمهور. نعم. لكن الفيبا قال ان لو في لائحه كويس. نعم. يبقى اللائحه دي تعتبر زي القانون تنفذ. اللائحه بقى بتقول ايه؟ بصفتي كنت عضو لجنه مسابقات الاتحاد المصري سابقا. اللائحه بتقول ايه؟ بتقول اذا في سوء سلوك من الجمهور فمن حق الحكم انه يدي خطا فني على الجمهور. نعم. طيب الحكم ادى خطا فني على الجمهور خطأين والثالث واتطردوا. طيب هنا بقى هنشوف، رغم ان القانون ما فيهوش على الجمهور لكن اللائحه بتقول كده، يبقى الحكام نفذوا اللائحه. نعم. زي ما قالت الفيبا اي لائحه للاتحادات الاهليه تنفذ اكنها زي القانون. نعم. كويس؟ طيب هنا في نقطه، اللائحه ما قالتش هل نمشي بقيه القانون، يعني في ماده في التشاجر بتقول عناصر اللعبه يعتبروا ان هم دول اذا حسب خطا فني على المدرب على الجمهور يتحسب على المدرب، بس في دايره ما تحسبش من ضمن الاخطاء اللي هي بتطرد المدرب. نعم. طيب ده دي ماده في التشاجر واللائحه ما فيهاش ان ما يطردش، اللائحه كانت ناقصه ما فيهاش ان ما يطردش. فالحكام نفذوا ايه؟ الخطا الفني. نعم. خدت بال حضرتك؟ نعم. الخطا الفني على المدرب ثلاثه بيطرد. نعم. يعني افهم من كلام حضرتك كابتن شديد ان اللائحه اغفلت ذكر اذا كان التكنيكال فاول على الجمهور يتحسب على المدير الفني، ده يتحسب من الثلاثه بتوع عدم الاهليه او لا؟ بس هنا يتحسب من الثلاثه عدم الاهليه لان اللائحه مش مكمله دي. طب انا باخدها فرصه مع حضرتك. اتفضل. علشان ان المفروض تتكمل او يعيد النظر في تكمله اللائحه، ان في الحته دي يا اما الاتحاد يا اما سوري لجنه المسابقات تكمل ان الخطا ده ما يتحسبش من ضمن الطرد او يتحسب. بس انا هنا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني طالما اللائحه لم تذكر، طب انا ليه الحق افسرها في اي اتجاه؟ بالعكس انا لازم افسرها في الاتجاه اللي فيه سهوله، او يعني زي ما بيقولوا الاتجاه اللي بيبقى فيه رفق شويه، يعني انا يعني الطبيعي ما احسبهمش، انما ان انا اخد بالاشد واللائحه ما بتذكرش، هنا ده اللي فتح الباب للغط، ان انت ليه كحكم في المباراه اخدت بالجزء الشديد بالرغم انه لم يذكر ذلك، ولم يذكر برضه ان انت ما تحسبهمش، بس ليه ما رحتش ان انت قلت لا انا مش هحسبهم؟ ايه السبب؟ يعني ايه اللي خلى الحكام تروح لده؟ هل ده متساب لتقدير الحكم؟ ما هو برضه الموضوع ده حصل فيه لغط كبير جدا يا كابتن شديد. اوكي. بالنسبه لتقدير الحكم، هو الحكم طالما قلنا ان اللائحه تطبق زي القانون، القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول اذا في حاجه مش واضحه، شوف بقى في القانون مش في اللائحه. ما فيش ماده واضحه في القانون، يبقى من حق الحكم الاول انه يتصرف زي ما هو عايز. نعم. على حسب خبرته بقى وعلى حسب المباراه، ويقرا المباراه ويقرا اهميتها ويقرا، يعني الحكم ده لو خبرته كبيره هيقدر يحدد الحاجه اللي مش موجوده في القانون او في اللائحه، يتصرف زي ما هو عايز. نعم. كتبها لحضرتك؟ نعم. ففي الحاله ديت اي قرار يقوله الحكم يعتبر نافذ، لان القانون اباح له كده. اذا حاجه مش واضحه او ما فيهاش تكمله في حاجه، يبقى في الحاله دي هو بيتصرف
نعم. طب يعني من وجهة نظر حضرتك، لانه افهم كده من وجهة نظر حضرتك ان استبعاد الاثنين مدربين يعني ده يعني ماشي مع اللائحة وماشي مع القانون، بس هو ما تمش ذكره، وحضرتك بتقول ريكومنديشن يعني او توصية ان لازم ينص اللائحة نص مباشر اذا كان يتم استبعادهم ولا لا. استكمل فيها حتة صغيرة، تمام، ان يا اما عمل خطأ الاخطاء الفنية اللي على الجمهور تتحسب يطبق عليها نفس، لا طالما دول عناصر انا ليه حسبت خطأ فني يا كابتن هيثم؟ لان دول عناصر من ضمن الفريق، يبقى حاجه من الاثنين، يا اما اقول العناصر دي ينطبق عليها زي ماده التشابه وما يستبعدوش، او اقول لا ده حاجه ثانيه ومع السلامه يستبعدوا. نعم. طب كابتن شديد برضو يعني دي تريح الحكم وترحمه من اي يعني يقعد يفكر او يستشير مع المراقب او الحاجات دي كلها. لا الله ينور عليك يا كابتن شديد، حضرتك وضحت لنا يعني طبعا حته كان فيها لغط كبير، وبنشكر حضرتك يا كابتن شديد، وده مش غريب عليك طبعا ان انت توضحت لنا يعني حاجه في القانون غايبه عن دماغنا، واتمنى لك كل التوفيق يا كابتن محمد. الله يخليك. شكرا جزيلا كابتن محمد شديد، طبعا الخبير الكبير في التحكيم يعني كره السله والمراقب الدولي ورئيس اللجنه الفنيه في منطقه القاهره، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف من دبي. خلينا نروح لاخبارنا، بس الحقيقه قبل ما نروح للاخبار انا بس عايز اتكلم على موضوع اخر، ولا الا وهو احنا طبعا اتكلمنا عن طرد المدربين من ناحيه التحكيم، وكابتن محمد شديد قال هي ماده لم تذكر في القانون ولكن دي تركت للحكم وده كان تقدير الحكم، ولكن انا عايز اتكلم في حاجه ثانيه، هو انه يعني حضراتكم شفتوا طبعا القرارات اللي اتخذت من اتحاد السلة أمس، ويعني كان منها أمور كثيرة بتخص الجمهور وتخص أحداث المباراة، ولكن احنا لنا كومنت صغير بس، إنه حصل تجاوزات، احنا مش هنجيب اسم حد أو أي حاجة، وفي تجاوزات حصلت طبعا من أحد المديرين الفنيين، ولكن السؤال هنا هو ليه ما تمش اتخاذ موقف مع هذه التجاوزات؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسأله، احنا ما عندناش أي مشكلة مع قرارات الاتحاد، وأنتوا عارفين النادي الأهلي دايما ملتزم مع قرارات الاتحادات واللوائح والقوانين وكل شيء، ولكن ليه ما فيش مسطرة واحدة؟ هنا حصل في تجاوزات شفناها كلنا عبر الشاشة من المدير الفني للمنافس، ولكن ما تمش التحقيق فيها ولا تم أي شيء، وكان حصل نفس التجاوزات دي في مباراة سابقة في أحد المباريات، ورينا برضو ان تم تحويله للتحقيق، ولكن مع كل الاحترام طبعا لتاريخه وكل الاحترام لكل المديرين الفنيين في مصر، احنا ما بنغلطش ولا حاجه، احنا بنتكلم في القانون، بنتكلم في حد، ما احناش دعوه باسم، احنا مش هنذكر اسامي، ولكن احنا بنتكلم على حال، هل انت في احداث حصلت في مباراه واتخذت قرار، اخذت قرار مثلا ضد النادي الاهلي، طب ما نفس وحصل تجاوزات كبيره جدا كلنا شفناها، واحنا الحقيقه يعني ما ينفعش نعرضها على شاشه قناه النادي الاهلي، ولكن حصل تجاوزات من الطرف الثاني، طب ليه ما تمش اخذ نفس القرار؟ هو ده السؤال وهو ده الاستفسار، احنا ليه ما فيش مسطره واحده؟ وده يودينا لحاجه ثانيه وهي المباراه القادمه. انا بس بطلع من دي ان ما فيش مسطره واحده وان القرارات تغفلت بعض الامور. كان لازم يكون في مسطره واحده، طالما حولت احد المدربين للتحقيق كان لازم المدرب الثاني يتحول للتحقيق، لان في تجاوزات حصلت منه وشفناها على ترابيزه الحكام، وشفنا في التايم اوت، وشفنا في كل ما وموجوده، تخش على السوشيال ميديا اكتب هتشوف التجاوزات، احنا ما نقدرش نعرضها، ولكن ليه ما كانش في مسطره واحده؟ ده السؤال. السؤال الثاني، كنت اتمنى انا هيثم السعيد، انا ماليش دعوه براي النادي الاهلي، او انا بقول انا بتمنى كواحد متابع، واحد اهلاوي، واحد بيشجع الفرقه، ان كان في مباراه الاتحاد والاهلي كان يبقى في حكام اجانب. امبارح في مباراة الجزيرة الحقيقة حصل سيميوليشن تاني. أنا شفت المباراة كلها. مباراة الجزيرة أول امبارح لما كانت الجزيرة والاتحاد في اتنين لعيبة مشهورين جدا في نادي الاتحاد بدون ذكر أسامي بالسيميوليشن، سيميوليشن أنت بتصور إن في فاول. ولو تفتكروا كان في حكام أجانب موجودين في مصر في أحد المباريات مع نادي الاتحاد الإسكندري، وصفروا اتنين تكنيكال فاول دوري السوبر واتنين تكنيكال فاول على هذا اللاعب وتم استبعاده من المباراة. ما شافوش فانيلا ولا لون ولا مين ولا ده، صفر. ماتش الجزيره حصل 3 سيميوليشن ولم يتم صفاره واحده على هذا السيميوليشن. طب ازاي؟ ما هو ده برضو يخلينا نقلق. انا دلوقتي ما بعيبش في التحكيم المصري ولا بقول اي شيء، ولكن التحكيم المصري هو عنصر من عناصر اللعبه لم ياخذ الرعايه الكافيه عشان يكون بقدر كبير او يقدر يتطور بشكل التطور اللي موجود في اللعبه سواء لاعبين او مدربين. ولكن هنا لما اتكلم على مباراه الاهلي والاتحاد القادمه هيكون مباراه فنيه عاليه جدا، لماذا لم يتم استقطاب حكام اجانب؟ انا كنت اتمنى كهيثم، وانا ارجع بقول بعدها انا ماليش اي يعني ده راي شخصي ليا، انا كهيثم سعيد رايي الشخصي كنت اتمنى ان يبقى فيه حكام اجانب، لان النادي الاهلي مع الحكام الاجانب الحقيقه تعودنا دائما ان بيكون في مسطره واحده، والنادي الاهلي بفنياته العاليه كفريق، واحنا بنقول ما بنقولش هذا الكلام، النادي الاهلي احسن فريق في مصر، مش احنا اللي بنقول، كل المتابعين بيقولوا، فما بيقلقش
ولكن الحكام الاجانب موجودين حتى في البطوله العربيه اللي فاتت، في غياب الحكام الاجانب النادي الاهلي عانى خاصه في المباراه النهائيه. كنت اتمنى ان يبقى في حكام اجانب، ولكن رساله للحكام المصريين اللي هيديروا مباراه الاهلي والاتحاد، لو سمحت لو سمحت ذاكروا الفرقتين كويس. انا مش هقول ذاكروا الفرقه الثانيه، لو سمحت لو سمحت اقعد الحكم اللي هيشوف المباراه، اقعد شوف المباريات السابقه، شوف المباريات عشان تبقى عارف كل لاعب بيتصرف ازاي، وهل في سيميليشن ولا في سيميليشن، هل في يعني عنف، هل في مبالغه، هل في حاجه، اقعد اتفرج مش عيب، هتعرف ايه اللي بيتم. ولكن صفر اللي انت شايفه بدون اي شيء، بدون ما يبقى في عندك اي حاجه، خلي مسطرتك مسطره واحده. احنا مش طالبين حاجه، احنا طالبين المسطره تبقى واحده اثناء المباراه. انا يعني كل خوفي وكل قلقي من اداء التحكيم المصري في مباراه الاهلي والاتحاد، بقولها صراحه، وده رايي انا شخصيا ما لوش علاقه باي شيء. فاتمنى ان شاء الله الفتره القادمه يتم في الاعتبار، ونتمنى التوفيق للحكام المصريين والمباراه تخرج بشكل جيد سواء في المرتبط او في الفريق الكبير. طيب هنروح للكره السله سيدات. كان عندنا ماتش ثمن النهائي في دوري السوبر، خلاص قفلنا دوري المرتبط وفزنا بيه، دخلنا على دوري السوبر الاول بيلعب ال 16، فاحنا كنا بنلعب ال 16 كنا بنلعب، احنا كنا الثاني بنلعب ال 15 صح؟ بالظبط بيتهيألي. احنا كنا اول بنلعب ال 16، انا اسف، احنا كنا اول بنلعب ال 16، الاول مرتبط بيلعب ال 16. وكانت المباراه مع مدينه مصر، والحمد لله فزنا في المباراه الاولى اللي كانت على صاله الشهداء، دي صور من المباراه، صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وفزنا 80-46. المباراه الثانيه ان شاء الله هتكون على صاله نادي مدينه نصر ان شاء الله في مدينه نصر. طيب المباراه الاولى فزنا فيها، لو فزنا في المباراه الثانيه ان شاء الله مش هنحتاج نروح لمباراه ثالثه، والمباراه هتكون يوم الثلاث ان شاء الله، كل التوفيق. بعد كده هنخش بقى على الثمان فرق الكبار، وهنلعب بقى رايح جاي الدوري العادي السوبر رايح جاي، وترتيب من الاول للثامن، وبعد كده نخش على البلاي اوف او الادوار الاقصائيه. انا اسف، ماتش العوده بكره باذن الله، ماتش العوده بكره. الثلاث اللي فات احنا كسبنا دوري المرتبط، ولكن ماتش العوده مع مدينه نصر ان شاء الله غدا كل التوفيق، ونتاهل ان شاء الله مع الثمانيه الكبار، وده ان شاء الله واضح ان هو بشكل كبير هيتحقق بكره باذن الله. المهم نخرج الحمد لله بدون اصابات مع الفريق. هنروح للكره الطائره رجال، ماشيين في المجموعه بتاعتنا بشكل جيد. اخر مباراه كانت الاسكندريه البترول، الحمد لله استطعنا ان احنا نفوز بنتيجه 3-0، ودي النتيجه الحقيقه اللي فزنا بيها بكل المباريات. خلصت المباراه او المباراه خلصت كان بنتائج الاتي او ثلاث اشواط خلصوا كالاتي: 25-9، 25-20، 25-17. وكابتن ميدو شارك كل اللعيبه عشان يجهز كل اللعيبه لهذا الموسم، الحمد لله ما عندناش اصابات، الحمد لله ما عندناش اصابات. احنا في صداره المجموعه، المجموعه معانا فيها مين؟ بنها، مصر البترول، الترسانه، اسكندريه البترول. عندنا الماتش اللي جاي باذن الله مع نادي بتروجيت بعد بكره الثلاث الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ودي اقوى مباراه في المجموعه، ويمكن المباراه دي تكون على الصداره ان شاء الله. نادي طبعا فريق بتروجيت غني عن التعريف، احد افضل الفرق الموجوده في مصر، ولكن ان شاء الله ده يكون اقوى مباراه هنلعبها هذا الموسم مع بتروجيت ان شاء الله. اتمنى التوفيق ونمشي زي ما احنا ماشيين، ونقدر نطلع بالمباراه باكثر يعني مكاسب الحمد لله، ولكن نتمنى ما يبقاش في اصابات او اي شيء يعكر صفو الفريق. ولسه مكملين مع كره الطائره رجال، عندنا قرعه كاس مصر تم الاعلان عنها من الاتحاد المصري، لجنه مسابقات الاتحاد المصري لكره الطائره، واسفرت القرعه عن مواجهه الاهلي لفريق جزيره الورد في دور ال 32. دور ال 32 ان شاء الله هنلاعب نادي او فريق نادي جزيره الورد، وفي حاله فوزنا ان شاء الله في ال 32 هنلعب مع الكسبان من الصيد ونادي قارون. الاهلي باذن الله سكته يعني فاضيه لحد النهائي، وده اللي بشكل كبير ان هيتقابل فيه مع بتروجيت لحد قبل النهائي، هيكون بتروجيت بشكل كبير. بس اكيد لعبتنا مش بصه طبعا ان هي تبقى مباراه قويه، كل المباريات بتبقى بالنسبه لفريق النادي الاهلي رجال الكره الطائره هي معدل واحد، وهي زي ما بنقول يعني ليفل واحد بيلعبهم بصرف النظر عن المنافس. طيب نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا، لسه عندنا كتير ما تسفقوش بعيد. بحضراتكم من جديد ومكملين مع الكره الطائره في النادي الاهلي، ولكن مع السيدات. السيدات لعبوا ثالث مباراه ليهم في دوري الكره الطائره، وكان مع نادي 6 اكتوبر يوم الجمعه اللي فات، واستطعنا ان هم يفوزوا بنتيجه المباراه 3-0. وجاءت الاشواط كالاتي: 25-9، 25-9، 25-13، وظهر تفوق النادي الاهلي، ودي ثالث مباراه لينا في الموسم خلصوا بالفوز، الظهور للاتحاد السكندري، وطبعا 6 اكتوبر زي ما قلت لحضراتكم. والجوله الثانيه كانت المفروض مع نادي الزمالك، ولكن تم تاجيلها ولم يتم الاعلان حتى الان عن موعد المباراه. يوم خميس، انا اسف، تم اعلانها 5-12 صح، معلش تذكرت،
تم اعلان المباراه الجوله الثانيه اللي كانت مع نادي الزمالك يوم 5/12 هتكون في صاله او هتكون في ملعب النادي الاهلي في الجزيره. طبعا فرقتنا المباراه اللي جايه ليها مع اصحاب الجهاد هتكون يوم الجمعه القادم ان شاء الله، والاهلي هو حامل لقب البطوله دي السنه اللي فاتت دوري طبعا الكره الطائره سيدات بعد ما فاز على نادي سبورتنج المحترم، وان شاء الله نتمنى الحفاظ على اللقب السنه دي مع الكاس، وان شاء الله بطوله افريقيا يكون من نصيبنا ان شاء الله، يعني نحصد الثلاث بطولات ثلاثه من ثلاثه باذن الله. هنروح لكرة الطائرة سيدات أيضا، وقرعة كأس مصر طبعا تم إجراءها في الاتحاد المصري، وطبعا القرعة طبعا يعني نتج عنها إن احنا مش هنلعب في دور 32، النادي الأهلي مش هيلعب دور 32 ولكن هيلعب دور 16 على طول، وهيلعب مع الفائز من حدائق الإهرام وأصحاب الجياد، اللي هيفوز من الاثنين هيلاقي النادي الأهلي في دور 16. وزي ما بفكر حضراتكم دايما احنا أيضا حامل لقب الكأس، فرقة السيدات السنة اللي فاتت يعني حملوا لقب الدوري والكأس، واحنا النهارده او السنه دي بنقود حمله لطبعا الحفاظ على اللقب، وده مش غريب على فتيات الذهب الحقيقه، طبعا نتائجهم بتتكلم عنهم، ونتمنى كل التوفيق. وانا الحقيقه متشوق اشوف الفرقه في توبها الجديد بعد الدعم بالصفقات الجديده وبعد غياب بعض العناصر اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، الحقيقه انا واحد من الناس متشوق جدا ان اشوف الفرقه في المباريات القويه، واتصور ان اول مباراه هتبقى قويه ان شاء الله تبقى يوم 5 ديسمبر زي ما قلت لحضراتكم، هتبقى مباراه نادي الزمالك اللي هتكون على صاله النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره. هنروح للتنس الارضي، حضراتكم التنس الارضي او تنس الطاوله او لا مش تنس الطاوله، التنس الارضي والاسكواش بتبقى عباره عن بطولات مفتوحه، ممكن تلاقي بطوله مثلا انديه، بطوله انديه او بطولات مناطق بتبقى مفتوحه. النادي الاهلي خلاص ختم بطولته الاهلي المفتوحه، بطوله الاهلي المفتوحه التنس الارضي، وشهدت الحقيقه هذه البطوله مشاركه عدد كبير جدا من اللاعبين واللاعبات، يمكن 700 لاعب ولاعبه ابتداء من سن الثمان سنوات وحتى مرحله الرجال والسيدات. البطوله دي طبعا كانت منافسه قويه، اتعملت على ملاعب التنس الارضي بالنادي الاهلي مدينه نصر اللي شهدت تطور كبير جدا من سنتين، وتم تطوير الملاعب بشكل جيد، وتم تطوير ايضا ملاعب الجزيره منذ يعني اسبوعين ثلاثه، وكنا جدا حضراتكم حفل الافتتاح بتاعها. عايزين نقول البطوله حضرها مين؟ حضرها الكابتن احمد قطب نائب مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي باهلي مدينه نصر، وحضرها كمان دكتور طارق صبحي مدير جهاز التنس بالنادي الاهلي، وحضرها ايضا المهندس محمود الغزاوي نائب مدير جهاز التنس لفرع مدينه نصر. الحقيقه يعني كان البطوله شهدت طبعا يعني منافسات قويه، وطبعا دي البطوله الثانيه اللي الثالثه اللي استضافها النادي الاهلي بعد استضافه البطوله الاولى في اهل الجزيره في شهر 3 اللي فات، والبطوله الثانيه هتكون في فرع الشيخ زايد في شهر 9، كانت في شهر 9 اللي فات، ودي البطوله الثالثه يعني استضاف بطوله في ثلاث فروع، ودي البطوله الثالثه. والحقيقه كاميرا الابطال كانت موجوده في البطوله، صورنا التقرير ده مع اللاعبين والاجهزه الفنيه والحضور، هتفرج على التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. بطولة نادي الأهلي طبعا من البطولات العريقة، وإحنا بنعمل بالنسبة للأفرع الثلاثة في النادي بنعمل لهم بطولة كل سنة. البطولة السنة دي ناجحة بكل المقاييس الحمد لله، اشترك فيها أكثر من 700 لاعب ولاعبة، منهم من النادي 119 لاعب ولاعبة، والحمد لله كان الختام رائع بفوزنا بالمركز الأول سواء في فردي الرجال والسيدات والزوجي الرجال، فالحمد لله النتائج كويسة جدا ومبشرة. وإحنا كمان بنهتم بقطاع الناشئين، فكان عندنا عدد 195 لاعب ولاعبة تحت 10 سنين في مراحل 10 و9 و8 سنين، والحمد لله نتائجنا كويسه، بنطمن على قطاع الناشئين. هي بالنسبه لبطوله الاهلي المفتوحه للتنس جي 1 اللي اتعملت في النادي الاهلي في الفتره ديت، هي اخذت اسبوعين وثلاث ايام بالظبط، شارك فيها 700 لاعب من بره النادي ومن جوه النادي من معظم محافظات مصر، كلهم من اول سن 8 سنين لحد سن العمومي رجال او سيدات. طبعا البطوله عشان اخذت الوقت الطويل ده وعدت عليها ظروف جويه، فاحنا احتاجنا شويه وقت ومجهود شويه لصيانه الملاعب عشان البطوله ما تنقطعش في وسطها ويطول الامد بتاعها ونقدر نكبرها في كل وقت. هي واحده من ثلاث بطولات بينظمها النادي الاهلي في ثلاث فروع بتوعه، وان شاء الله ننظم بطوله جديده في الفرع الرابع. والله دايما بطوله الاهلي يعني بنحاول على قد ما نقدر نجهز لها كويس، طبعا بطوله مهمه في النادي بتاعنا. الحمد لله البطوله السنه دي في مدينه نصر هنا عملنا نتائج كويسه قوي على مستوى المراحل، خدنا كذا مركز اول الحمد لله،
وانا النهارده كنت بلعب زوجي رجال والحمد لله طلعنا مركز اول مع زميلي في النادي الاهلي محمود ادريس. بشكر النادي جدا اللي هو ساعدني في تنظيم البطوله، وبطوله كان شايفها تنظيم الحكام فقط لا غير، لازم فيها جزء معين من المكان واداريين المكان ومنظمين البطوله، والحمد لله على اكمل وجه. يعني البطوله كانت من تصنيف جي اي، شارك فيها اربع ايفنتات الاسبوع الاولاني واربع ايفنتات الاسبوع الثاني، بمجمل لعيبه 700 لاعب ولاعبه في الاسبوعين، وعملنا وتم الاشتراك في خمس مستويات دبل على مستوى الاسبوعين، والحمد لله البطوله طلعت بمستوى كويس والنادي شاركني في تنظيمها، والبطوله كانت على 8 ملاعب وكان من ضمن الاوائل التصنيف بتاعهم 32 على مستوى مصر كلهم كانوا موجودين معانا في البطوله، والحمد لله عدت على خير الحمد لله. النادي الاهلي النادي بتاعي طبعا، ببقى فخوره على طول وانا بلعب فيه، وبطوله كنت مركزه على طول في كل ماتش وكنت بركز في كل كوره، وعلى طول بقى يعني بقى كل ماتش مش بستهتر بيه مهما كان بلعب مين يعني، وعلى طول ببقى مركزه، ويعني فخر ليا ان انا بقى العب في النادي الاهلي. اصعب ماتش كان السيمي فاينال، كنت بلعب يوسف طارق كان معانا في الاهلي، وده كان اصعب ماتش، والبطوله كانت الحمد لله كويسه والملاعب كويسه والنور حلو وكل حاجه تمام الحمد لله. طبعا احساس جميل قوي يعني ان ده ناديه وان انا عرفت احقق في حاجه زي دي، فده طبعا يعني شرف كبير ليا وحاجه بسطتني جدا يعني حقيقي. يعني كان قبل النهائي والنهائي من اصعب ماتشين طبعا، بس الحمد لله عرفت ان انا احقق ده طبعا يعني بفضل طبعا بابايا كوتش بتاعي كابتن ابراهيم ابو طالب، وطبعا المدير الفني بتاعنا كابتن محمود عبد المجيد. زي ما حضراتكم شفتوا يعني ده كان تقريرنا عن التنس الارضي، وزي ما حضراتكم شفتوا كمان في التقرير قد ايه الملاعب شكلها جاي جدا، قد ايه التنظيم كان رائع. التنس الارضي الحقيقه برضو من الالعاب اللي بتلقى طبعا رواجا كبيرا داخل الجمعيه العموميه. نتمنى كل التوفيق لفرقنا سواء رجال او سيدات. خلينا نروح نكمل اخبارنا. خبرنا التالي مع مصطفى عسل نجمنا في النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. مصطفى كان بيلعب بطوله سنغافوره الدوليه في الفتره من 15 ل 20 نوفمبر اللي احنا فيه، ومصطفى حصد المركز الثالث. مصطفى كان لعب في قبل النهائي مع بطل الاكوادور بطل بيرو انا اسف ديجو الياس، وانهزم في قبل النهائي وتعرض لاصابه في بدايه الشوط الثاني. نتمنى ان شاء الله تكون اصابه بسيطه. بفكر حضراتكم مصطفى قبل ما يسافر سنغافوره على طول كان بيلعب بطوله العالم للجامعات واللي اقيمت في مصر، واستطاع انه يفوز باللقب البطوله هو وسنة ابراهيم نجمه النادي الاهلي ايضا، وسافر على طول بعدها لسنغافوره، ويبدو ان هذه الاصابه نتيجه تلاحم البطولات. نتمنى ان شاء الله ان الفريق الطبي والفريق المعاون لمصطفى عسل يدرسوا طبعا هذه الاصابه جيدا ويشوفوا اسبابها، قد تكون بسبب تلاحم الاصابات، ولكن هذه هي الاسكواش. الاسكواش كده اسكواش، بطوله لبطوله، انت بتسافر من هنا لهنا، مصر سنغافوره، ترجع على ممكن ترجع على باكستان، تروح تلعب بطوله في امريكا انجلترا، ده الاسكواش. نتمنى لمصطفى ان شاء الله صاحب ال 21 عام الشفاء سريعا والعوده مره اخرى للبطولات وحصد البطولات. هنروح بعد كده لاخبارنا المحليه، ده كان اخر خبر معانا داخل جدران النادي الاهلي، وهنبتدي اخبارنا المحليه من اتحاد الريشه الطائره. اتحاد الريشه الطائره الحقيقه كان عمل انتخاباته من حوالي سنه، ولكن في انتخابات تكميليه على منصب الرئيس، نزل الاثنين على منصب الرئيس، نزل كابتن علي حسب الله على منصب الرئيس، وكان قصاده الدكتوره هاديه حسني البرلمانيه ولاعيبه منتخب مصر السابق طبعا وبطله مصر والبرلمانيه الحاليه، نزلوا قصاد بعض في الانتخابات، ولكن الانتخابات انتهت بفوز علي حسب الله بنتيجه 5 أصوات ل4 أصوات. مبروك طبعا كابتن علي حسب الله، ونقول طبعا للدكتوره هاديه هارد لاك، والاثنين طبعا هدفهم هو خدمه ومصلحه لعبه الريشه الطائره. الانتخابات كانت قويه جدا، وحضر كل طبعا اعضاء الجمعيه العموميه وهم هليوبلس والزهور وطلائع الجيش واتحاد الشرطه الرياضي والشمس وهوليود ونادي بني سويف ونادي معلمين بني سويف ومعلمين بيبا الرياضي. طبعا دول اعضاء الجمعيه العموميه وحضروا، وكل نادي ادلى بصوته. خلصت هم طبعا عددهم 9، خلصت الانتخابات بفوز 5-4. بنبارك طبعا للدكتور علي حسب الله، بنقول طبعا للدكتوره هادي هارد لك، وطبعا هيكمل الدكتور علي حسب الله الدوره دي لغايه اولمبياد باريس ان شاء الله 2024، وبعد الاولمبياد ان شاء الله هيتم اجراء انتخابات جديده لكل الاتحادات. نتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق ريشه الطائره، لانه من الاتحادات اللي باذله مجهود كبير جدا. هنروح لاخر خبر معانا وختامها مسك. دايما احنا بنجيب اخبار منتخباتنا القوميه اللي فيها انجاز كبير، زي ما جبنا في الحلقه اللي فاتت واللي قبليها ابطال
الكره الطائره جلوس وحصولهم على رابع العالم. النهارده منتخب مصر للشيش لمنتخب مصر للشيش الشباب اللي هو 20 سنه سلاح السيف مش الشيش، منتخب مصر الشباب سلاح السيف كان بيلعب بطوله العالم في تونس، واستطاع لفتره كانت من 19 ل 20 نوفمبر واستطاع انه يحصد ذهبيه العالم. الف مليون مبروك لابطالنا، دي صوره ابطالنا طبعا اللي عملوا انجاز كبير جدا جدا، طبعا صوره يعني للتاريخ. في البدايه بداوا بالفوز على منتخب تونس 45-15، وبعد كده رحنا قبل النهائي الاول يعني الذهب خدناه على لا رحنا قبل النهائي لعبنا رومانيا، وبعد كده رحنا لعبنا بطل كبير جدا منتخب اوزبكستان واستطعنا نفوز عليه 45-44، يعني النهائي خلص فرق نقطه واحده 45-44 مع منتخب اوزبكستان. الف مليون مبروك زي ما قلنا لحضراتكم، ودايما بنجيب اخبار السلاح، سلاح من الالعاب اللي عامله طفره كبيره جدا على مستويين، مستوى الشباب والمستوى الكبير زيهم زي الخماسي الحديث، زيهم زي اتحادات كبيره ماشيه الجودو، خد عندك رفع الاثقال، عندنا اتحادات ماشيه بشكل جيد. نتمنى ان شاء الله نتمنى حصد ميداليات اكتر في طوكيو في باريس 2024 واحنا قادرين ان شاء الله على الفوز. طب مين قائمه الشرف الذهبيه في هذا المنتخب من اللاعبين؟ ادهم معتز وزياد نوفل واحمد هشام واياد معروف، ومعاهم كابتن شريف البكري والمدير الفني للمنتخب، ودي تاني ميداليه يحققها لاعبتنا في البطوله دي بعد فوز احمد هشام ببرونزيه الفردي، وده بعد فوزه على بطل رومانيا بنتيجه 15-11 قبل ما يخسر من بطل اوزبكستان بنتيجه 15-9. ولكن طبعا احمد هشام استطاع مع فرقته انه يعني يرد الهزيمه لاوزبكستان على مستوى الفريق ونفوز بالذهبيه. هنا انت على الفردي بتاخد برونز، على الجماعي بتاخد ذهب، انت ماشي بشكل جيد. الشباب اللي حضراتكم شفتهم في الصوره دول بعد سنتين هيكونوا هم عماد منتخب مصر الكبير. كل التوفيق وكل التمنيات بنجاح السلاح طبعا او اتحاد السلاح ومنتخب السلاح، للحقيقه بنوجه لهم كل التحيه، وهنحاول الحقيقه نعرفهم بحضراتكم اكتر يكونوا معانا هنا طبعا في حلقه من حلقات الابطال. الحقيقه دي كانت اخبارنا، كل الاخبار اللي موجوده على الساحه خلال اليومين الثلاثه اللي فاتوا، ونطلع لفاصل عشان بعد الفاصل استقبل كابتن كريم عبد الرحمن مدرب عام فريق الجمباز للرجال بالنادي الاهلي، وهنستقبل البطل الكبير وبطل افريقيا عمر العربي لاعب النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم شفتوا طبعا قبل ما نرجع مع حضراتكم صور لعمر العربي احد النجوم. الحقيقه النهارده بنعرفكم بيهم اكتر، هو لاعب طبعا كبير ولاعب يعني من اللعيبه نجوم في منتخب مصر، فبنعرفكم بيهم اكتر النهارده ونشوف الجمباز راح على فين. بس في البدايه طبعا لازم ارحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو، برحب بكابتن كريم عبد الرحمن المدرب العام لفريق الرجال الجمباز بالنادي الاهلي ونجم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا بحضرتك كابتن هيثم، شكر جدا وسعيد بوجودي مع نجم من نجوم النادي الاهلي سابقين في الباسكت واحد اعمال النادي الاهلي. سابقا منورنا يا كابتن، وده بيتك ومكانك، ونقول لك يا كابتن ولا دكتور طبعا. مفيش فرق يعني، انا كابتن ودكتور ولحقك اللي يجي من حضرتك زي الفل. منورنا يا كابتن، وارحب بعمر العربي نجمنا طبعا ولاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وبطل افريقيا واللاعب الاولمبي السابق اللي لعب في طوكيو 2020. اهلا بيك يا عمر. ازي حضرتك الاخبار؟ منورنا والصور جميله. بس شكلك اتغير شويه يا عمر. حلقت شعري بعد البطوله. لا بس هنعرفك، حلقت شعرك، ربيت شعرك، عارفينك. اروح لكابتن كريم طبعا. في البدايه الجمباز من الالعاب المهمه جدا في النادي الاهلي، عندنا صالتين، صاله في الجزيره فرع النادي الاهلي بالجزيره، وفرع اخر في اهل مدينه نصر. يعني حضرتك طبعا مدرب عام لفريق الرجال، اللعبه بشكل عام بيتبذل فيها مجهود كبير جوه النادي الاهلي ورعايه كبيره جوه النادي الاهلي، شايف اللعبه ازاي؟ شايف ان احنا في تطور في اللعبه ويعني سنه بعد سنه بيتم اضافه لاعبين وليفلات جديده في الجمباز، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ هو الصعوبه في الجمباز ان التطور في الجمباز بياخد وقت. نعم. يعني في بعض المهارات، وعمر ياكد على كلامي، ممكن تاخد سنتين في تعليمها عشان ادخلها جوه الجمله اللي بلعب فيها البطوله. خبر ابيض، سنتين؟ ممكن بعض المهارات متدرجه في صعوبتها. نعم. من اول الرول فورورد الدحرجه اللي الولد الصغير بيعملها، تخيل تطور دي بالصعوبات العاليه بالدورانات اللي اللعيب بيشوفها الهواء. في بعض المرات عشان اتقانها لانها معقده جدا بتاخد، ممكن تاخد عشان تحط جمله وانزل بيها منافسه سنتين. فده يوري حضرتك ان عمليه بناء فريق بتاخد وقت. نعم. بناء لاعب بتاخد وقت. لاعب الجمباز بيبدا عنده 4 سنين مسموح له يلعب دولي وهو عنده 14 سنه يمثل البلد في الفريق الرجال وعنده 18 سنه، يعني في 14 سنه اعداد بتمررهم بس 14 سنه اعداد عشان يمثل الدوله، يمثل يلعب دولي، يبقى الاتحاد الدولي يسمح له يلعب دولي. 14 سنه يلعب دولي ناشئين،
18 سنه يلعب دوري الرجال. طب على مستوى المحلي الاتحاد الجمباز بيسمح للاعبين على مستوى الرجال يعني او الناشئين بدءا من 16 سنه 17 سنه يعني انت 12 سنه بتعد في اللعب عشان يشارك محلي يشارك في مرحله الدرجه الاولى. لا انا بتكلم على الناشئين. لا الناشئين بنبدا من 7 سنين 8 سنين 9 سنين بس بتبقى بمهارات مخففه اساسيات لبناء اللعيب لتطور المستوى. موضوع صعب جدا. موضوع صعب جدا ومعقد جدا بس طبعا احنا لفتنا ان احنا زي ما حضرتك ذكرت يعني ده بيحتاج امكانيات. نعم. وطبعا الامكانيات بتاعتنا امكانيات مكلفه جدا. فطبعا لم يبخل علينا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب بتوفير الامكانيات دي من اعلى الماركات العالميه اللي معتمده من الاتحاد الدولي للجمباز. فعلا. طبعا. وفي الصالتين يا دكتور. في الصالتين نفس الامكانيات بنفس الخامات جايين من شركه عالميه معتمده كان بيتلعب عليها بطوله العالم. كان بيتلعب عليها بطوله العالم. موجوده في الصاله دي وفي الصاله دي لم يبخل علينا بشيء وده يعني انا لو ما عنديش امكانيات مش هعرف اعمل لعيب طبيعي ودي كانت احد الخطوات اللي ساعدتنا لما رجعت النادي الاهلي انا في فتره مسكت المنتخب كنت بدرب عمر هناك في المنتخب لغايه 2020 لما رجعت ثاني النادي الاهلي دي احد الخطوات الكبيره جدا اللي ساعدتنا لنعيد بناء فريق الدرجه الاولى من اول وجديد الفريق السابق اللي كان من 2011 2015 بيكسب اول حق طبعا عارف الدنيا اللي اعتزل والبطل والشغل والضغوط طبعا عشان عيد ابني فريق قعد فيه 3 سنين نعم الحمد لله السنه اللي فاتت وشرفنا ان عمر كان معانا وجالنا يعني حضرتك لما بدات التفاوض مع عمر السنه اللي فاتت حضرتك كنت في الاهلي ولا كنت في الاهلي في الاهلي في الاهلي وحضرتك اللي كنت المفاوضات دي انت دكتور كان دكتور محمد فؤاد بيقعد دكتور محمد فؤاد طبعا وقعدت نادي الاهلي ما بينساش الرواد بتوعه طبعا كان ساعتها كابتن رؤوف عبد القادر وحاليا كابتن خالد العود المحترم وبيساعدنا مساعدات كبيره ساعتها كان موجود كابتن رؤوف عبد القادر كان المتصدر المشهد دكتور محمد وكابتن رؤوف عبد القادر وطبعا في حوار بيني وبين عمر عن المزايا اللي موجوده في نادي الاهلي ما شاء الله وكلمه حضرتك اللي قلتها زمان في كلمه حضرتك قلتها الاهلي بيشتري ولاده لما اتصبت في ماتش ليبيا ونادي الاهلي اصر يسجلك انت عارف القصه دي صح طبعا صحيح. اصر يسجلك وبرغم ان كان في كسر في ايدك 2009 وما تخلاش عنك الاهلي بيشتري ولاده دي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها يعني انا كنت ساعتها مضيت ما لعبتش مباراه واحده لسه العقود اصلا ما توثقتش في الاتحاد بالظبط كان ممكن النادي الاهلي يفسخ العقود يفسخ العقود النادي الاهلي ما بيعملش كده ودي من مزايا النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتري ولاده وبيشتري لاولاده وبيشتري اللي بيشتريه وبيشتري اللي بيشتريه صحيح فاحنا احنا شارين النادي الاهلي والنادي الاهلي شارينا النادي الاهلي بقى لنا مكان جديد من خلاله بنحاول نبني اجيال جديده الموضوع بياخد وقت يعني احنا الموضوع ما بياخدش اقل من 3 4 سنين عشان تبدا تبان ملامح للفرق الجديده احنا الحمد لله في الدرجه الاولى كسب اول نسعى ان احنا نستمر ان شاء الله نستمر النادي الاهلي عمل معانا السنه دي حاجه جميله جدا جاب لنا 2 خبراء في قطاع الرجال وقطاع السيدات من اوكرانيا تقريبا من اوكرانيا من اعلى المستويات لم يبخل علينا بشيء احنا عايزين خبراء الموضوع ما خدش شهرين الموضوع ما خدش شهرين مين اللي جه بطل اولمبي سابق رئيس الاتحاد الاوكراني الله الراجل ده حصل هو كلاعب على 3 ميداليات اولمبيه يعني اسمه 6 ميداليات في بطوله اوروبا كان رئيس الاتحاد الاوكراني اختار ان هو يريح شويه وسافر يشتغل في اوروبا لا انا اعرفه من زمان عن طريق الكلام عندي استعداد اجي تجربه جديده لمصر جه والراجل شغال بكل قوته طبعا جه للاسف في بدايه موسم البطولات فمعدل التغيير في الشغل مش هيبقى كبير بس مع اللونج تيرم مع اللونج تيرم هو حاطط لونج تيرم استراتيجي ان شاء الله هتطبق بشكل كويس ودي حاجه برضو زي ما بنقول النادي الاهلي بيشتري ولاده وبيشتري لاولاده النادي الاهلي اشترى لاولاده خبره كويسه الله ينور عليك يا دكتور وخليني برضه اروح لعمر بقى يعني اكيد الجمهور متشوق انت ما كنتش معانا في النادي الاهلي من سنه كنت بتلعب في المؤسسه العسكريه صح؟ مظبوط وبعد كده بدا النادي الاهلي يكلمك كلمنا عن قصه انتقالك للنادي الاهلي كانت ازاي؟ الاول كان في معايا مدربين في المنتخب كابتن كريم كان مدربي في المنتخب كابتن عرفات كان مدربي في المنتخب كان ساعتها كابتن عرفات برضه ماسك في النادي الاهلي كان حصل تواصل بينهم وكابتن ودكتور محمد فؤاد كان برضه في فتره في المنتخب معايا فاحنا اصلا نعرف بعض بره المنتخب بره النادي الاهلي وبره المنتخب وبره كل حاجه احنا في كلام بينا في تواصل فابتدينا نتواصل بشكل كده اللي هو بنرمي هنتات ممكن تيجي ودي حاجه
يعني ما حصلتش قبل كده، ايه رايك انك تيجي؟ انا ما عنديش مشكله، انا داخل فتره جديده، تحدي جديد، اهداف. والانتقال فري يعني، كنت وقتها مش ماضي عقود، مش ملتزم بحاجه ساعتها، كان الكلام وخلاص موسم الانتقالات جاي، كان بعد الاولمبياد. طب لو مشينا في الموضوع فعلا تيجي؟ اه لو مشينا في الموضوع فعلا اجي، مفيش مشكله. ابتدوا الصراحه يعني الموضوع خد وقت كبير، كلام كتير، ما خدش وقت الصراحه في الموافقات خالص، بس على ما حضرنا له وجهزنا له يعني خد كلام كتير. الموضوع مجد لانه حاجه ما حصلتش قبل كده في لعبه فرديه فعلا، ما حصلش في جمباز قبل كده انها انتقال. ده بالنسبه لي انا حاجه في سي في كبيره جدا. بس الموضوع الحمد لله ابتدى يتمشى فيه. طب بعد سنه او سنه ونص وجودك مع النادي الاهلي، انت سعيد بالتجربه دي؟ هل انت جدا شايف؟ جدا الموضوع فارق جدا. انا في حاجات كتير قوي تبع النادي كانت الاول شغلاني، حاليا انا مش بفكر فيها زي خالص. ايه مثلا؟ زي ايه؟ في ما يعني في حاجات مثلا زمان كنت يعني لو لا قدر الله انا لعبتي شويه صعبه شويه محتاجه صعبة تكاليف، وشويه كمان الاصابات فيها اسهل حاجه، فلو لا قدر الله في اصابه او في حاجه ايه اللي هيحصل؟ فلا انا عارف ان الحته دي متامنه. طب لو في مثلا مكملات التزامات حاجات شخصيه بتاعتي انا طبعا عشان تساعدك ان انت تادي بشكل جيد بالظبط، حاجات انا محتاجها نعم. لا ده كمان تكاليفه موجوده، فلا الحاجات دي في رعايه من النادي الاهلي جايه بالظبط. في بدل الصاله اتنين يعني على احسن مستوى. فانا لا لو في مدربين في كل حاجه انا متقدم لكل حاجه، في نفس الوقت فريق ورايا، ففي كذا حاجه متقدمه لي بشكل كويس. فانا حاسس ان انا مش بتعب بالشكل اللي كنت بتعب بيه قبل كده، وانا شايف ان ده هيبقى يعني بشكل او باخر هيساعدك يعني بالزبط. هتخليك زي ما بيقولوا مركز في الملعب بالظبط. انا مركز دلوقتي، هو ده الجزء اللي بتكلم فيه، اللي هو انا بشكل كبير مركز على الملعب بس، مفيش عوامل خارجيه مشتتاني او مخلياني اتكلم فيها كتير، لا مفيش حاجه بتكلم فيها اصلا، انا دلوقتي شغلتي الملعب بس. ده شيء كويس، ده كويس جدا، ودي حاجه تسعدنا. طيب جداً. احنا هنتكلم عن اللي فات، انت شاركت في بطوله افريقيا وخدت اول. خلينا اوضح للساده المشاهدين الاول، الجمباز بيبقى 6 اجهزه، لو انا غلطت صحح لي يا عمر. مظبوط، بيبقى 6 اجهزه، بيبقى اللاعب بيبقى متخصص في جهازين او 3 بيبقى متفوق فيهم، انما بيبقى في لاعب بيلعب اول راوند اللي هو بكل 6 اجهزه. عمر من هذه او هؤلاء اللاعبين هو بيقدر يلعب 6 اجهزه؟ اي نعم، هو لما بيروح بطولات عام او كاس عالم بيلعب في 3 اجهزه بس، اللي هو الارضي وحصان القفز والحلق، متميز فيهم اكتر، ولكن عمر بيعمل الاصعب، بيلعب 6 اجهزه. كلامي صح؟ مظبوط. طيب سيبك بقى من الكلام ده كله، اني جهاز مقرب الى قلبك؟ يعني في اوقات الخماسي مثلا لما بيجي ضيوف الخماسي معايا هم بيلعبوا 5 العاب، بقول له انت اني لعبه من دول؟ يعني هم الحمد لله كلهم اجتمعوا، ما بيحبوش الجري بس ايه القوله الوحيده كلهم اجتمعوا، بس في لاعب يقول لك حب الفروسيه، في لاعب بيقول لك انا بحب السلاح. 6 اجهزه، اني جهاز قريب لقلبك؟ الارضي وحصان القفز، دول اكتر حاجه مقربين لي من وانا صغير يعني. تحب تلعب، تستمتع باللعب عليهم جدا يعني، بحس ان انا بدي فيهم وانا مستمتع يعني، هم اللي بيطلعوني من الاستريس، هم اللي بيطلعوني من الزعل، هم اللي بيطلعوني من كل حاجه، والجمباز عموما هو اللي بيطلعني من كل حاجه. بس انت على المتوازي في بطوله العالم اللي فاتت وقعت وقعه صعبه. في كاس العالم اللي كان موجود في مصر، كاس العالم موجود في مصر والناس كلها اتخضت عليك وقالوا ده بس خلاص ده مش هيكمل البطوله. احكي لي قصه الوقعه دي. ساعتها كنا، ده كان اول كاس عالم يتعمل في مصر، انا كنت لسه طالع من بطوله الافريقيه المؤهله قبليها باسبوعين تقريبا. صحيح، كان في عز ازمه كورونا كمان. بالظبط، فكان في شويه ضغط كتير، ستريس كتير عليا انا شخصيا، اللي هو دي بطوله مؤهله وهو يا صابت يا خابت، والجمباز انت لعبه اللي هو الغلطه بفوره وبتلعب على 6 اجهزه، فمش معنى مشيت على 5 تمام ربنا يستر في السادس، دي ضيعت مني برده ميداليه في بحر المتوسط من قريب. خبر ابيض بالظبط، لازم تركز في الـ6 الموضوع جهاز بالظبط، وما فيهاش تركيز زياده عشان ده يوديك ممكن حته ثانيه تنشنه زياده بالظبط. فانا كنت لسه خارج الحمد لله من البطوله الافريقيه المؤهله وعملت فيها مجهود كويس جدا، جبت فيها سكور كويس جدا وتاهلت. خرجت ساعتها كان في كاس عالم، انا برضو كويس على كام جهاز واول كاس عالم في مصر، فانا كنت ضاغط نفسي زياده وده كان حاجه غلط يعني. خبرات تعلم، خبرات ما فيش مشكله، من الحاجات اللي انا اتعلمت منها كتير، ما اضغطش نفسي زياده، التركيز الزياده وحش، كنت مركز زياده ان انا اطلع الجمله باحسن شكل ممكن، ففردت زياده ركبتي بس وقعت. بس وقعت على ظهرك ولا على كتفك ولا وقعت؟ ركبتي اتفردت وبعدين وقعت على وشي، فالناس فكرت ان هو كده ده في غضروف الوقعه دي مش كويسه ومش عارف ايه، والجمهور اصاباته كتير صعبه،
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لا كانت سليمه الحمد مية لله. 100 100 ان شاء الله. الحمد لله. طب انت اللي جاي عندك ايه يا عمر اللي جاي؟ ان شاء الله عندي بطوله فراعنه كمان اسبوعين طبعا في القاهره فراعنه في القاهره بطوله دوليه الحمد لله كمان اسبوعين النادي الاهلي كله نزل فيها باذن الله انا والفريق بتاعي ان شاء الله. يعني دي ممكن تخش بيها باسم النادي ولا باسم المنتخب؟ انا نازل فيها باسم النادي. تمام ممتاز. النادي كله هيشارك فيها كام لعيب يا عمر؟ هيشارك فيها اخر مره شارك فيها 112 لعيب من كذا دوله. في دول رانكينج عاليه في دول في ناس جت معايا داخلين معايا في بطوله العالم اللي فاتت في ناس تقيله يعني منافسه شرسه. طيب الفرعنه كمان اسبوعين هنا في القاهره ان شاء الله. طب بعديها؟ بعديها على طول في بطوله الجمهوريه دي اول حاجه باذن الله اللي هننزل فيها مع نادي الاهلي برضو شهر واحد نص واحد تقريبا وبعدين باذن الله بقى في كاسات عالم دوليه من شهر 2 لشهر 3 دي بقى عشان تتاهل منها للاولمبيات ولا دي ولا قصه ثانيه؟ دي ليها قصتين. دي عشان انت بتاكد على جمل بتبتدي تظهر نفسك للحكام اللي هو مصر دوله موجوده في اجهزه بتبتدي تبان كلاعب فتبتدي لما تروح بطوله العالم اللي هي المؤهله او الافريقيه المؤهله يبقوا شافوك قبل كده بالظبط يبقوا عارفين ان اللعيب ده لعيب كويس اللعيب ده بياخد درجات كذا فما تنزلش عنها لان هي برده شويه فيها سياسه بالظبط كده فيها تقدير الراجل ده الهيستوري بتاعه ايه بالظبط برافو عليك يا سعد بحس كده ما هو انت اللي اتشافت كتير فبتبقى ثابت نفسك في مكان معين فلو ثبت نفسك في مكان وحش هتفضل فيه ثبت نفسك في مكان كويس هتفضل فيه حتى لو لا قدر الله حصل بدلك او حاجه فالناس لا شايفاك وعارفه شايفاك قبل كده وعارف حتى لو في بدلك لا الراجل ده مادي اداء كويس في البطولات بالظبط ممتاز ممتاز وهنبدا نتابع بقى معاك وهتكلم بالتفصيل على بطولات العالم دي بس اجي لك يا كابتن كريم يمكن فريق الرجال عندنا النهارده في النادي الاهلي كام لاعب بيضم كام لاعب هو احنا عندنا القصه بس حابب اوضحها انا البطوله شيء وعدد اللاعبين شيء ثاني ممتاز طيب فهمنا الفرق انا عندي مراحل التنافسيه من تحت 7 سنين لغايه الدرجه الاولى ممتاز اللي هو الدرجه الاولى 16 سنه يعني 16 سنه انا عندي اللعيب جه في مرحله الدرجه الثانيه حقق السكور اللي الاتحاد محدده ان هو يبدا يطلع يتصعد يبقى اسمه لاعب درجه اولى ممتاز فممكن يبقى متصعد عندي 10 لاعبين 15 لاعب انا دلوقتي عندي في حدود 10 لاعبين في الدرجه متصعدين وجايبين الدرجات اللي الاهلي بيلعبوا تمام بس انا باجي في الاخر منافسات الفريق محقق يبقى في 5 لاعبين بس هم اعضاء الفريق تمام هل الباقي ما بيلعبش؟ لا بيلعب بس بيلعب بشكل فردي ممكن يلعب 6 أجهزة ممكن يلعب جهاز بس الخمس لاعبين لا هيلعب باسم النادي الاهلي لا ما هو باسم النادي الاهلي بس ما يخشش الفرقه حسبه الدرجات مش في الفريق حسبه الدرجات بتحسب ازاي انا عندي ال5 لاعبين بيخشوا على الجهاز زي الارضي مثلا تمام كل واحد بياخد درجه بناخد اعلى 3 درجات للاعبين نجمعهم على بعض ولنفرض مثلا كل واحد جاب 15 مع ان 15 درجه عاليه يا رب تجيب نحسبها عشان يبقى مجموع الفريق 45 على الجهاز ده ونمشي كده على الاجهزه كلها في الاخر نلاقي مثلا الفريق مجمع 250 ونشوف المنافس مجمع كام يبقى هي ترتيب الفرق في البطوله ممتاز احنا بنختار كم بطوله بقى هي احنا بنلعب بطوله الجمهوريه بس ولا في بطوله الجمهوريه للظروف التنافسيه اللي بتحصل ساعات في المراحل الدرجه الاولى بتتعمل على يوم واحد بس في العادي بتتعمل على يومين او ثلاثه لو بس هي بطوله واحده جمهوريه مفيش بطولات محليه كتير لا بيتعمل ساعات كاس مصر بيتعمل ساعات بطوله الفراعنه دي كانت بديله لكاس مصر بطوله الفراعنه كمان اسبوع دي كان بيتعمل مكانها كاس مصر للاجهزه الفرديه يعني انا اخش هلعب حسام قفص يعني عندي لعيبه النادي الاهلي في اولاد نازلين مثلا حسام قفص وارض بس ولد نازل متوازي هي بطوله فرديه للاجهزه ودي احد المراحل التنافسيه في البطوله عمر هيلعب بقى في البطوله الفراعنه دي على 6 أجهزة ولا هيلعب حسام قفص بس حسام قفص هو داخل طب ليه حضرتك اخترت ولا عمر ولا مين لا اللي هو احنا بندي الحريه للاعب في المرحله دي ان هو اللي يختار بنفسه وعمر ما شاء الله يعني في المنتخب معاه جهاز فني محترم هو السيستم عندنا في الجمباز ان الولد بيتمرن معانا بس هو لما يتم اختياره في المنتخب بيروح يتمرن في تجمع المنتخب هو الطبيعي وبقى في متابعه سواء عن طريق التواصل التليفوني او سواء عن طريق ان انا اروح ابص عليه اتفرج عليه بالراحه كده من بعيد لبعيد يعني او سواء عن طريق مثلا التواصل الشخصي مع عمر يعني ففي متابعه وفي تواصل حتى الخبير مستر ايجور راح اتفرج عليه مره مستر ايجور تمام راح اتفرج عليه مره فهي دي المتابعه عمر خيرنا قال لك هلعب حسام قفص ممتاز وان شاء الله يتوفق فيه وتبقى برضو يعني منافسات هو اكيد ليه تارجت ما شاء الله بص يعني يا ريت عندنا في مصر لعيبه ربنا يحميه يا رب ويبارك فيه ويحفظه لعيبه كتير اولا باخلاق عمر و وامكانياته ربنا يبارك له والباشن اللي عنده انا شايف اول حاجه عمر قالها عندنا ان احنا في النادي الاهلي اول حاجه بنعملها قال لي انا حسيت بروح الفريق تعليقه بعد بطوله فاتت قلت له ايه تعليقك بعد بطوله عمر
انا حسيت بروح الفريق، حسيت ان احنا كلنا واحد. عمر البطوله اللي فاتت جاب اول الحمد لله، بس بعد الجهاز الاولاني هو ربنا ما وفقوش في الجهاز الاولاني، حصل خطا. كل الولاد اللي وقفوا معايا خلاص عمر كان حصل حاجه نكمل ونعمل، الحمد لله ربنا كرمنا وعلى الجهاز الرابع في البطوله كنا فارقين عن الحمد لله رب العالمين. بس دي حاجه جيده جدا، ويعني اهلا بيك في عالم النادي الاهلي. انا مش هقول لك غير كده يعني بصراحة. يعني هتحس باحساس تاني خالص. حتى مصطفى عسل السكواش، كل اللعيبه اللي بتلعب العاب فرديه طبعا احنا سعداء بيهم واكيد بنبقى فرحانين بيهم في النادي. ايوه حاجه جميله الصراحه. طب خلينا نكمل كلامي مع حضراتكم، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن الجمباز. عندنا كلام كتير هنقوله مع عمر ونقوله مع كابتن كريم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وافكر حضراتكم طبعا بضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، كابتن كريم عبد الرحمن المدرب العام لفريق الرجال الجمباز بالنادي الاهلي ونجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر واللاعب الاولمبي السابق، وايضا عمر العربي لاعب منتخب مصر الحالي ولاعب النادي الاهلي واحد ابطال افريقيا، مش ابطال، بطل افريقيا واحد اللاعبين الاولمبيين ايضا. عمر اجيلك، يمكن في يعني اكيد مجموعه من الشباب يتفرجوا علينا، انت مثل اعلى ليهم، وعايزين نبتدي ببدايتك عشان برضو يبقى الحلقه فيها نوع من انواع مخاطبة النشأ. انت بدأت جمباز ازاي وليه جمباز؟ انا وانا صغير كنت شوية اوفر باور يعني، ومامتي كان حلمها وهي صغيرة ان هي تبقى لعيبة جمباز. فعلا؟ بس ما لعبتش تمام. بس فدي حاجة كانت في دماغها. كنت بقدم في مدرستي فشافني مدرب جمباز، قال لمامتي ان هو الباور بتاعه بامكانياته ممكن يبقى لعيب جمباز، فخلاص ماما وافقت لان انا حابب الموضوع جدا ودخلت جمباز. كان عندك كام سنه تفتكر؟ ست سنين، انا ابتديت ست سنين. بدايتي ما كانتش احسن حاجه، ما كنتش اقوى حاجه، كان الشيب بتاعي مش احسن حاجه برضو، يعني شيب الجمباز في العادي المفروض ابقى مثلث. سبعه بالظبط، انا بقى كنت العكس، كنت تمام. كنت رجليا كويسه جدا، جسمي من فوق ضعيف. على الشغل بالظبط. فابتديت ازاي؟ ابتديت منين؟ يعني والدتك ابتدت معاك منين؟ خدتك وراحت بيك فين؟ رحنا بدايتي نادي المؤسسه. نادي المؤسسه فين؟ في اسكندريه. ابتديت نادي المؤسسه ده طبعا بيضم نجوم كبار جدا في العاب كتير وخرجت لمصر كتير. وانا من حظي ان انا اتمرنت مع شخص يعني قامه من قامات الجمباز الله يرحمه، كابتن صابر الله يرحمه. ده ليه فضل كبير جدا عليا في الشخصيه وفي الجمباز وبره الجمباز وفي التفكير. الشخص ده قدم للجمباز عموما، قدم لي انا كتير جدا على المستوى الشخصي، فانا من حظي ان انا حضرته. بس انت والدتك خدتك لنادي المؤسسه، انت اسكندراني اصلا. وبعد كده رحت يعني، بس غريبه اسكندريه في الجمباز، حتى رئيس الاتحاد برضه اسكندراني دكتور امين. يعني قصدي اقول له ان هو اسكندريه فيها قامات كبيره من هو اسكندريه والقاهره الاثنين كويسين جدا يعني. حد الناس اللي قبل كده كانت مثلا قهرويه، هي الفكره كلها بس ايه يعني مين بيتعب اكتر. هي اسكندريه كمان دلوقتي نواديها مش كبيره زي القاهره، نواديها قليله، فالنوادي اللي معروف ان هي كويسه قليله، والناس اللي معروف ان هي كويسه برضو قليله، يعني مش زي القاهره كبيره فيها كذا نادي، فيها كذا حد ومش عارف ايه. اسكندريه شويه. تفتكر عمر اول بطوله شاركت فيها اللي انت دخلت نادي المؤسسه واحتضنوك هناك بشكل كبير، اول بطوله لعبتها كان عندك كام سنه؟ ست سنين ونص. ده على طول؟ فاكر انت اديت فيها ازاي؟ ما كانتش احسن حاجه وما جبتش ميداليه، جبت ميداليه فريق عشان حد تاني من الفريق لعب كويس. مش مشكله بالظبط. فانا جبت ميداليه فريق كنت مبسوط بيها جدا. دي الفكره يعني، معايا الصوره، كنت مبسوط بالميداليه دي جدا، اني ما عملتش حاجه فرديه. هي كان كله فريق. تاني بطوله ابتديت اظهر شويه فردي، جبت ميداليه فضيه. ابتديت اظهر وانا 9 سنين، ابتديت ابقى متميز شويه. جيت عند سن 12 سنه كانت اول بطوله دوليه اشارك فيها، كبطوله عربيه في مصر. جبت فيها اول الحمد لله على جهاز الارضي، وجبت فيها تاني فردي عام. ابتديت اظهر شويه كلاعب كويس، فضلت الحمد لله اطلع بمستواي لغايه ما وصلت للتوب بتاعي 2018 في بطوله افريقيا ناميبيا رجال. ده كان التوب بتاعي الحمد لله، جبت اول فردي عام واول يعني على جهاز الارضي ما شاء الله. وكانت ميداليتين بقى لهم فتره ما دخلوش مصر. فكان بالنسبه له احساسي كانت وكان سنك صغير ساعتها، كنت بتتكلم كانت اول بطوله تقريبا كبار، بطوله افريقيه كبار انزلها في الوقت ده. 19 سنه برضو كان سن صغير يعتبر. بالظبط بالظبط. ورحت جاي رجعت من البطوله، حصل اصابه شويه قويه يعني، ما كانتش احسن حاجه، كانت فترة سيئة بالنسبة لي. قعدت سنة تقريبا كاملة مش بنزل بطولات، عملت عملية. وكنت كانت فين اصابتك؟ كانت فين؟ في قصبة رجلية.
بس كده. كان شرخ اجهادي ولا كسر اجهادي؟ هو كان شرخ اجهادي اتعالجت منه ان هو حاجه اسمها ورم حميد فتعالجته غلط فالموضوع زاد شويه بيجي دايما في الاصابات خالص بيجي دايما حته الورم الحميد ده بيجي دايما في الاصابه بالذات ان انا بلعب ارضي بس بيتعرف باشعه معينه في اشعه بتتعمل على الاصابه بتجيب اذا كان ده ورم حميد ولا شرخ اجهادي بالظبط هو الفكره كلها ان انا هو كان شرخ اجهادي حصل فيه تكلسات فحتى الاشعه ما كانتش عارفه تبينه احنا مش عارفين ده تكلسات ولا ورم مسحه او حاجه زي كده وبعد كده هو اضطر ان هو يفتح في العمليه وكنا متفقين على حاجه وحاجه ثانيه حصلت قعدت سنه في المول ده قعدت سنه في المول بس انت دلوقتي الحمد لله زي الفل لا لا الحمد لله حاليا زي الفل اطمن عليك يعني لا 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 زي الفل زي الفل طب خليني برضو اجي لك كابتن كريم طبعا طبعا اكيد خليني اجي لك كابتن كريم يعني يمكن برضو عايز يعني الينك بعض الامور حضرتك طبعا لاعب دولي ولاعب منتخب مصر السابق وليك خبره كبيره جدا كلاعب في الجمباز ودلوقتي في الناحيه الفنيه وجامع كل ده معناها اكاديميه فما شاء الله يعني قامه كبيره جدا الحمد لله سعداء ان حضرتك منورنا النهارده طيب امتى من وجهه نظر حضرتك يبقى عندنا لاعب طبعا زي عمر كده عندنا خمسه سته ولاعب منهم يبقى على مستوى عالمي كبير ايه اللي ينقصنا من وجهه نظر حضرتك احنا ينقصنا السيستم بس يتظبط لعيب بره لما رحنا معسكر بره بنتمرن ثلاث مرات في اليوم فين يعني مصر روسيا في روسيا تمام في دوله كبيره في الجمباز روسيا ورحنا اوكرانيا يعني رحنا احنا رحنا الدول دي كلها دول عظمى في بنتمرن الساعه 7 ونص الصبح بنعمل فيزيكال فيتنس بيزك فيزيكال فيتنس اعداد بدني اساسي بعدين في تدريبه اساسيه من 12 من 10 ل 12 ونص تدريبه ثانيه اساسيه من الساعه 4 ل 6 ونص 7 في ثلاث تدريبات في اليوم اللاعب هناك بيتمرن بمعدل من 16 ل 18 وحده تدريبيه في الاسبوع يا خبر ابيض مين اللي يتحمل ده بنتحمل بنتحمل عادي بنتحمل وبنرجع المستوى بتاعنا فارق سواء الاجيال بتاعتنا الجيل بتاعي او الجيل بتاع عمر بنروح بنتحمل وده دليل ان احنا اللعيب بتاعنا لا لعيب امكانياته عاليه جدا طب لما رحنا هناك في روسيا واوكرانيا وكان في الاحتكاكات القويه دي مع الفرق اللي هناك والمعسكرات والمعايشه كنا بنسد وبننافس معاه بنسد وبننافس وبنشوف في التدريب بس في حاجات معينه في الوحدات التدريبيه بتاعتهم طبعا بيبقوا سابقنا فيها لان طبعا. ده نظام هو ماشي عليه هو صغير لفتره انا مثلا باخد اسبوعين على ما بتاقلم على سيستم التدريب بس ببدا المستوى يتطور هو بالنسبه له نظام التدريب ده شيء يومي هو معتاد عليه زي نظام الحياه هو داخل في نظام الحياه عنده طب مثلا ليه لو مش قادرين نطبق هذا السيستم في مصر ليه ما ناخدش لعيبه البروميسنج اللي زي عمر وغيره وغيره ونروح نقعدهم في روسيا 6 شهور 7 شهور هو بيحصل بس الموضوع مرتبط في الدنيا الجامعات والدنيا صعبه يعني الموضوع مرتبط بالحياه الحياه انت عندك دراسه عندك ارتباطات اجتماعيه الموضوع طب اللي هيروح معاه ده ما هو برده عنده اسره الموضوع يعني لو اتعمل عندنا هنا اماكن في مصر جميله عندنا امكانيات في مصر جميله تصلح انها تعمل فيها الكلام ده مش لازم اسافر ممكن الاسهل تجيب الخبراء طيب كويس انت قلت كلمه حلوه جدا طيب الخبير طبعا مستر ايجور الخبير الاوكراني اللي موجود النهارده في مصر هل بدا ياسس معاكم طبعا بالمشاركه معاكم هو حاطط هذا السيستم زي ده هو حاطط بصراحه بص حضرتك احنا عندنا النادي الاهلي ماشيين بسيستم نشاط رياضي جهاز فني رئيسه مدير الجهاز دكتور محمد فؤاد وبالتعاون بيننا وبين بيننا كلنا كمنظومه تمام كابتن خالد العوضي في بدايه اطلق ايد الراجل قال له ابني لي الاستراتيجيه بتاعتك تمام قعدنا في اجتماعات الراجل قال لي ان الاستراتيجيه بتاعتي تقسم على مرحلتين انا جيت في بدايه موسم البطولات هحاول اظبط الدنيا على قد ان الولاد يبقوا بشكل كويس بشيب جيد تمام وبيشغل وبيحط بلاننج بالمدربين اللي واجههم في المراحل السنيه الصغيره عشان برضو مش ينزل بايده الراجل يشتغل مع طفل 7 سنين صعب. فبيحط البلان للناس يشتغلوا عليها وانا بنقلها للناس في مرحله ثانيه ما بعد انتهاء البطولات الاتحاد السنه دي اتحاد الجمباز اللجنه الفنيه برئاسه الدكتور محمد علي عمل حاجه جميله جدا هي حاجه صعبه على المدربين وعلى مجتمع الجمباز جدا خلى مواعيد البطولات بدري خلى مواعيد البطولات قدمها شويه السنه اللي فاتت او المواسم اللي فاتت كانت الهدف منها ايه؟ ما انا هقوله لسيادتك حضرتك البطوله بتبقى بتبدا شهر 2 شهر 1 يعني لعبنا الجمهوريه اللي فاتت في شهر 4 الفريق الدرجه الاولى لكن السنه دي خلينا مواعيد البطولات بدري دي حاجه جميله جدا انا واحد من الناس شايفها جميله ليه؟ هيديني فتره طويله جدا ان انا اعمل فتره اعداد اوف سيزون طويل اوف سيزون صغير بعدين اعمل فتره اعداد طويله للسنه الجايه للموسم الجاي 23 24 وهي دي الفترة بقى اللي انت هي فترة صعبة على مصر كلها وموسم صعب على مصر كلها لان انا بضطر اخلص الشغل بتاعي والمرحلة الاجبارية بتاعتي
فتره صغيره ما تتعداش الشهرين ثلاثه، وده في عمر الجمباز ولا شيء في العمر التدريبي للاعبي الجمباز. وعندك 10 شهور بقى تمرن وعندك عندي 9 شهور 10 شهور ممكن تخليهم منافسات تجريبيه، ممكن تخليهم فترات اعداد. طب هل نقدر ال 10 شهور نعمل السيستم اللي حضرتك شفته في روسيا ال 83 في الاسبوع؟ هنحاول نعمله في اي فترات الاجازه. احنا فترات الاجازه اوريدي في النادي الاهلي السيزون اللي فات اللي هو في الصيف كنا عاملين وحدتين تدريبتين بما يعادل من 9 ل 12 وحده اسبوعيه. اسبوع ممتاز. يعني احنا عملنا السيستم ده اوريدي من 1/7 من ساعه تشكيل الجهاز الجديد الى بدايه الدراسه. وكان فيها وحدات للاعداد البدني وفيها وحدات للاعداد المهاري الاساسي، وده اللي الحمد لله قدرنا شويه ان احنا نعمل نتائج طيبه في بطولات كاس مصر. وهنبدا باذن الله يوم الثلاثاء الجاي بطولات المرحله الثانيه من بطولات الجمهوريه ان شاء الله. طب كابتن حضراتكم يعني تمرين الرجال، احنا عندنا صاله في الاهلي الجزيره وصاله في الشيخ زايد، بتتمرنوا ازاي؟ يعني مثلا فريق الرجال عمر هو بيتمرن يعني هنا ولا بيتمرن هنا، وانتوا بتحددوا ازاي؟ بس استاذن حضرتك اسمع اجابتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن الجمباز. زي ما حضراتكم شايفين جهد كبير جدا جدا بيبذل في الجمباز سواء جوه النادي الاهلي او في مصر، وعندنا كلام كتير بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن قبل الفاصل كنت بتكلم مع كابتن كريم على الفرعين، احنا عندنا فرع الجزيره صاله وعندنا فرع الشيخ زايد ايضا صاله، فكنا كنت بساله ازاي بيقدر يهندل التدريب ما بين هنا وهنا، وامتى الفريق الرجال بيتمرن هنا وهنا، فكنت عايز اسمع اجابتك يا كابتن. هو احنا عندنا الفريق التدريبي الاساسي لفرق الرجال فرع الجزيره، في اعضاء الجزيره بيتمرنوا في اعضاء النادي الاهلي بصفه عامه في الفرع الاساسي فرع الرئيسي. الفرع الثاني معظم اعضاء الشيخ زايد اهل الشيخ زايد بيتمرنوا هناك. نعم. امكانياته عاليه جدا، نفس الامكانيات، وفي حاجات تفوق يعني في حاجات امكانيات جبناها الحمد لله الاحدث في فرع زايد. عشان هي احدث منها بوضع طبيعي يعني. عشان هي جت معموله اجدد. اجدد. فاتعملت بشكل جميل يعني. احنا ساعات بنحتاج الامكانيات اللي هناك. فبحدد ميعاد مع الاولاد ان احنا بنروح نعمل تدريبه متخصصه في جزء معين في اهل الشيخ زايد. الاولاد عايزين يغيروا شويه يتمرنوا في مكان تاني، الاهلي بيتنا ومكاننا، بنروح نعمل تدريب في اهل الشيخ زايد. ساعات بيبقى عندنا صيانه مثلا في النادي الاهلي في الصاله، نظافه وتعقيم وبتاع، ودي حاجه بتتعمل بشكل دوري عندنا، ودي حاجه الحاجات النادي بيهتم بيها. فبدل ما ناخد اجازه بننقل التدريب في الشيخ زايد. يعني افهم كلام حضرتك ان وجود صالتين ده بيديك مرونه طبعا كويس. يديني مرونه في تنفيذ الخطه التدريبيه بتاعتي. نعم. عشان ما اجيش مثلا الاقي نفسي يوم مش عارف اتمرن لظرف مثلا زي الصيانه. يوم حر التكييف مش ساعد معايا او حصل حاجه بتعمل له صيانه او بتعمل له صيانه ولا حاجه، لا بنقل التدريب بتاعي. كابتن يعني بحكم برضه يعني تاريخك كبير يا كابتن والنشا، يعني انتوا اكيد طبعا عندنا مدرسه كبيره بيجي اعضاء الجامعه العموميه يقدموا لاولادهم زي ما عمر بدا طبعا. يعني عنده 4 أو 6 سنوات بدا زي والدته وما خدته والدته، اكيد بيحصل نفس الكلام مع عشرات من اللاعبين. هل مثلا يعني بتقعد تشوف تقول والله اللاعب ده جاي لي لا ينفع يلعب؟ بيحصل اختبارات. طبعا. هل ممكن تقول ولي امر مثلا لا ابنك الحقيقه او بنتك لا تصلح، خلي بالك ممكن هو احنا عندنا عدد معين للفريق بيتم اختيار. نعم. العدد ده اللي هو بيعمل اختبارات وبنرتب اللاعبين. بس اختبارات ايه؟ هو لسه ما اتعلمش ولا بتعمل في بص حضرتك احنا بيقعد فتره في يعني عشان احنا كده احنا السنه دي عاملين مواليد 2018 هيتم اختيارهم، 2018 دول بقى لهم سنه بيتمرنوا. اول السنه الجايه ان شاء الله نفتح لمواليد 2019 يقعد سنه او سنه ونص يتمرن بعدين يخضع لاختبار. الاختبار ده بيفرز عنه افضل مثلا 12 عنصر 14 عنصر 20 عنصر بتضمهم بقى بنضمهم للفريق تحت 7 سنين بالنسبه للبنين وتحت 6 سنين بالنسبه للبنات. البنات سابقين بمرحله. انا عارف طبعا. البنات سابقين بمرحله صغيره. بنضمهم وبنقول لولي الامر. بعد برضو سنه او اتنين في الجمباز بيبان. في ولد ممكن يبقى له تاريخ وله سي في في الجمباز وممكن امكانياته تسمح، في ولد ممكن امكانياته تفيده انه يلعب رياضه ثانيه اخرى بعد سنه او اتنين في الجمباز، لان سنه او اتنين في الجمباز انت اكتسبت عدد من القدرات البدنيه بتبان بقى. حتى لو مش هتنفعك في الجمباز تنفعك في لعبه اخرى هتروح في لعبه ثانيه. انا وقفت بنتي من الجمباز بعد اول سنه. فعلا؟ ليه بقى؟ باب النجار مخلع ولا ايه؟ لا دكتور أنا شفت حاجه ثانيه. انا شفت ان امكانيات بنتي لن تسمح لها بتطور بزياده في الجمباز. برافو عليك. وجيت قعدت مع نفسك. اول بطوله بعديها لعبت سنه، قلت لها انت عايز تلعبي جمباز يا حبيبتي ثاني؟ قالت لي صعبه شويه يا بابا. انا حقيقي على قرارك ده يا دكتور بصراحه. بتلعب دلوقتي كاراتيه مع المحترم كابتن مراد عاصم في فريق النادي الاهلي. مراد عاصم. ماشي كويس؟ الحمد لله. احنا بنحمد ربنا. بس انا احييك على هذا القرار. يعني انت كنت امين مع نفسك في اولياء امور، انت حضرتك بطل كبير في الجمباز تقول لا انا عايز ابني او بنتي يلعبوا بالعافيه. لا مش غصب. برافو عليك. مش غصب.
هي مش غصب، هي انت تشوف ابنك امكانياته تسمح له بايه بدل ما يضيع الوقت عليك. انت دلوقتي ابنك عنده 8 سنين 9 سنين ممكن يسمح له ان هو يلعب 3 4 5 9 رياضات اخرى غير الرياضه اللي هو متخصص بيها، سواء جمباز او العاب قوه بدا فيها ايا كان. لما بيبقى 10 سنين الرياضتين اللي ممكن ينضم ليهم هو في السن ده بيبقوا رياضتين، لما 11 سنه بيبقوا واحده، 12 سنه كومبيتيشن اصعب، مش هيلاقي حد حاجه تضمه يبدا فيها من اول وجديد. فانت كده بتضيع عمره، بتضيع عمره في الفاضي. سيب هو يختار وانت تدعمه في القرار. انت دمعه في القرار. يعني بصراحه احييك على القرار ده. طب احنا الوقت بيمر بسرعه عمر، بس احنا دايما لما بيكون معانا لعيب كبير ونجم كبير وحد بروميسنج منتخب مصر بنساله عن طموحاته، اماله ايه الفتره اللي جايه، ونيجي بعد 6 شهور سنه نتقابل ونشوف وصلنا فين. ايه طموحاتك وايه احلامك الفتره القادمه؟ يعني ان شاء الله احنا الاول في حاجات اول مره نعملها الفتره دي، اول مره نزرع الساحه العالميه، ندخل فاينلز. احنا حاليا 13 مصر 13 على العالم، دي حاجه ما حصلتش قبل كده. واللي بيتاهل اولمبيكس 12 فريق بس، احنا قربنا، احنا ناقص لنا فريق واحد قوي. احنا اخر مره وصلنا كنا 41 تقريبا، دلوقتي احنا 13 الحمد لله. الحمد لله ناس كتير قوي تعبت في الموضوع ده، ناس كتير قوي تعبت في الموضوع ده. احنا الكويس ان احنا ما بنتعاملش كاتحاد ولاعيبه، احنا بنتعامل كعيله. الجهاز الفني بتاعنا يعني ده حقيقي مش مجرد كلام، الجهاز الفني بتاعنا، الجهاز الاداري من اول الاتحاد، مدير رئيس اللجنه الفنيه، المدير الفني، المدربين، اللعيبه، كلنا قاعدين مع بعض في مركز اولمبي. مدير روح اللي سقطنا لل 13. طيب بالزبط. انت دلوقتي احنا 13 بتتمنى ان احنا ناخد ستيب اعلى عشان نتاهل الاولمبياد على المستوى الشخصي سريع عشان الوقت بقى، انت نفسك توصل ليه ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله ابتدي ادخل فاينلز في بطوله العالم، وده حصل بالفعل البطوله اللي فاتت، يعني كنت ريزيرف 2 في بطوله العالم اللي جاي باذن الله ادخل فاينل على طول، وباذن الله ابتدي اتخانق على ميداليه، وده هيحصل ان شاء الله. هتخانق على ميداليه؟ هتخانق على ميداليه. واحنا هنتخانق معاك. يعني كل الدعم الصراحه، كل التوفيق وكل الدعم ليك يا حبيبي. بجد عمر انا بشكرك، شكرا جدا، انت نورتني وشرفتني الحقيقه، وانا كنت سعيد جدا بالحوار معاك النهارده، لان انا بحب جدا اتحاول مع الابطال اللي عندهم باشون زيك. بشكرك ربنا يخليك. شكرا شكرا جدا. كابتن كريم طبعا المدرب العام بالنادي الاهلي، الحقيقه النهارده يمكن اول لقاء لينا، انا بشكرك سعيد جدا. حضرتك شرفتنا، سعيد جدا ان انا قابلت حضرتك، واحب طبعا اشكر حضرتك على اللقاء ده. وتانية مره تانية احب اوجه شكري لمجلس اداره النادي الاهلي على الدعم، كامل الدعم، واداره النشاط الرياضي، وعلى اختياره للجهاز الفني والخبراء. معانا دكتور محمد فؤاد، بصراحه نفس الكلمه اللي قالها عمر، دي الميزه في النادي الاهلي. دكتور محمد فؤاد بيتعامل معانا ان احنا اسره، احنا مش بنتعامل اننا رئيس جهاز او مدير نشاط رياضي او ولاعب. على كلمه كابتن محمود الخطيب، عيله الاهلي، واحنا برضو بنطبق نفس الكلام ده جوه سلطه النادي الاهلي في جمباز. احنا عيله، يعني عمر ساعات في يوم الاجازه تقعد يقعد معانا. ده مش غريب عليك، والاخلاق العاليه والجو الجميل ده مش غريب عليك. انا بشكرك، بشكرك، بشكر سيادتك، شرفتني، واتمنى لك كل التوفيق يا دكتور. اشكر حضرتك يا كابتن هيثم. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده مع الجمباز، حقيقه نجمين كبار في عالم الجمباز في مصر كانوا معايا، سواء في التدريب او على مستوى اللاعب الاول او اللاعب الان. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.